السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا تتبع قناة نوستالجيا تي في، مرحبا بكم من جديد. اليوم في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله نديرو معكم واحد الجولة في مدينة بركان تحت هطول امطار الخير، ولله الحمد الشتا بدأت تقريبا نمر الفجر مباشرة ومازال كتصب، يعني الظهر غادي يودن والشتا مازال كتصب ولله الحمد، شتا خفيفة. اللهم زد وبارك، اللهم سيبا نافعا. اخواننا نديكم مع هاد الجولة تشوفوا معنا الاجواء ديال مدينة بركان في هاد الجو الممطر. وانتم تفرجوا معنا في هاد الفيديو ما تنسوناش بدعواتكم ل هطول امطار الخير ان شاء الله. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. انتم تشوفوا الاجواء، نولوا من هنا لشارع محمد الخامس، شارع الشهداء، ساحة بايو. شوفوا الاجواء كي دايره. ونبقى معنا الاخوان للاخير، وما تنساوناش كي العاده اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش معنا، واعجاب للفيديو وتعليقات لمعرفه ارائكم واقتراحاتكم، وما تنساوناش بدعواتكم، وشكرا لكم.